حول الكارثة التي حلت بأبناء حجور وما تمارسه الميليشيات الحوثية هناك، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مؤسسة منار للدراسات والخدمات الإنسانية الدكتور أحمد نعمان. أستاذ أحمد، حجور تعاني كثيرا من الجور والضيم الحوثي، فما المعلومات المتوفرة لديكم؟ والله بالواقع هو المعلومات نفس المعلومات المتداولة إعلاميا، يعني للأسف أنا بعيد حاليا من أرض الواقع، بس واجدا بخطر منهم، والمآسي والجرائم اللا إنسانية والتي تدخل في نطاق الإرهاب، وهذه من الأشياء المتعارف عليها بأنها تحدث بالغالب في فترات الصراع المسلح، وليس غريبا أن يحدث ما يحدث الآن. وما تقاعس الدول الرأي العالمي أو ما يقال بالمنظمات الإنسانية والدولية هذا غير صحيح. يجب أن نكون منصفين ونعطي كل ذي حق حقه. إذا كنا نحن اليمنيين مقصرين حول أنفسنا ولم نتعاون مع بعض ولم ندخل إلى حوار وإلى السلم، فهل نفرض على منظمات إنسانية أن تفرض علينا بقوة السلاح؟ هي من منظمات محايدة وتقدم الكثير والكثير للبلد، ومن هذه المنظمات هي المنظمة الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي وقفت خلال فترة أكثر من 60 عام حتى اليوم. دكتور أحمد، إذا ما يدور في حجور وما حصل من تنكيل بأبناء حجور، في نظرك من يتحمل وزر هذه الجرائم البشعة في حقهم؟ طبعا ميليشيات الحوثي هذا مفروغ منه، لكن ربما البعض بصمته. كما ذكرت أخي الكريم، الواقع يجب أن لا ذكر بميزانين. إذا كان هناك يوجد صمت وهناك ضغوطات دولية أو سياسية، كان من المفترض على دول التحالف أو الدول المساندة للشرعية أن تعمل على البت في هذا الأمر، أن تحسم الأمر. إذا لم تستطع أن تحسم الأمور في تعز وفي الحديدة وغيرها، فكيف بها أن تحسمها في حجور؟ لا نلوم، يجب أن لا نلوم الآخرين، اللوم يقع في الدرجة الأولى على اليمنيين إلى الطرفين، هما السبب الرئيسي ومن يلام. أما من الآخرين لا يعنيه ما يحدث في اليمن، والدليل أننا نعاصر. دكتور أحمد، أنت الآن تساوي بين الضحية والجلاد بهذا الحديث، تقول أن الكل ملام في الموضوع. نعم، أنت بهذا التصرف أو بهذا القول تساوي بين الضحية والجلاد وأن الكل ملام. أنا لست قاضيا، وإنما يجب أن نودن الأمور بالعقلانية. كيف لي أن أحكم على الجلاد أو على الضحية؟ لا يمكن أن يكون القاضي جلاد، وإن حكم بميزانين فليس بعادل. وما أنا إلا إنسان ناشط إنساني. وأنت ناشط إنساني، ألا هؤلاء المدنيون ألا يجب أن تصل من يكون من انتهك حقوقهم، من دمر منازلهم، من هجرهم، من قتل الأطفال، من قتل النساء، من ارتكب كل هذه الجرائم، ألا يجب عليك أنت وأنت أحد النشطاء الإنسانيين إيصال هذه القضية إلى المحافل الدولية من أجل أن ينال المجرم عقابه أيا كان هذا المجرم؟ يا أخي الكريم، نحن كناشطين إنسانيين نعمل كل ما أوتينا، لدينا أصواتنا ونوصل آراءنا، وأسمعنا قضيتنا في أكثر من محفل، وخلال الفترة من بداية المشاكل، من بداية الحرب، من بداية 2010، من 2011، ولكن ليس بيدنا القوة الضاربة التي نفرض على العالم أن يصغوا لنا. هناك استجابات من بعض الناشطين معنا في الدول الأجنبية، في بريطانيا، في أمريكا، في عدة دول، وهذا لا يعني أننا صامتون أو أننا نقبل بالضيم أيا كان. ما الذي يجب أن يقدم الآن لأبناء حجور ولكل من عانى من هذا الضيم وهذا الجرم؟ نعم، ما الذي يجب أن يقدم لأبناء حجور بعد كل هذه المعاناة وهذه الانتهاكات؟ من يكفل لهم إعادة حقوقهم؟ من يكفل لهم القصاص من المجرم؟ يا أخي الكريم، تاريخ الصراعات المسلحة تمتد لأعوام، ونحن لا نريد لها أن تمتد لأعوام في بلادنا، ونتمنى أن تنتهي في أقرب وقت.
ومن يعيد الحق. هناك فيما بعد المشاكل الصراع المسلح هناك محكمة الجنايات الدولية التي سيتقدم إليها كل المتضررين. وهذا هنا فعلا يأتي دور المنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والإنسانيين الذين يرفعوا، وهناك توثيق لجميع الجرائم التي تحدث في البلد من أي طرف، أي طرف إن كان ارتكب جرائم حق الإنسان وحق المدنيين غير المسلحين. ما ذنب الأطفال وما ذنب الكبار السن؟ رئيس مؤسسة منار للدراسات والخدمات الإنسانية الدكتور أحمد نعمان، شكرا جزيلا لك.